السلام عليكم. هنبتدي بسلسلة بتضم أسئلة مرتبطة بالمنهج بتاع الـ CMA، سواء كان الخمس أقسام بتوع الـ CMA. أي سؤال يقف معاك ابعتلي وهجاوبك عليه إن شاء الله في فيديو. تمام، هنشوفوا الأسئلة اللي ما ينفعش تتجاوب عليها في شكل بوست مثلا نحطه على الجروب، أو صورة تتنشر زي الصور اللي بننشرها على الجروبات ونجاوب عليه في فيديو زي ده كده. نتكلم عن السؤال، نفصص السؤال ونشوفه الإجابة الصحيحة بتاعته من أكتر من مصدر زي ما تعودنا في حل الأسئلة. بناخده بلايم، بناخده هوك، بناخده الريتايرد وهكذا. ففي أسئلة كتير بتجيلي على الخاص وبجاوب عليها الخاص، وببقى حابب إن أنا أطلعها على الجروب مثلا، لكن ما بعرفش بسبب ان السؤال بيبقى صعب انه يتحط في بوست. فجات لي فكرة كده ان انا احطه في فيديو واشرحه في الفيديو ونشوفه ازاي يتحل السؤال زي ده وايه التريكات اللي فيه. تمام، فده ان شاء الله اول فيديو معانا، وياريت يعني لو عندك سؤال او في حاجة واقفة معاك ابعتها لي وان شاء الله اعملها لك في فيديو. طيب تعالوا نخش على السؤال على طول. السؤال بيقول: بعد اذن حضرتك استاذ احمد، انا متلخبط في الجزئيه بتاعه الابلايد فاكتوري اوفر هيد اندر ستاندرد كوستنج، اللي هي هو يقصد هنا بالجزئيه بتاعه التكاليف الصناعيه الغير مباشره المطبقه تحت نظام التكاليف المعياريه، لاني بلاقي مره ضرب في الاكشوال اكتيفيتي ليفل اوف دايركت ليبر اورز. طبعا لو محرك التكلفة عندي اللي هو الالوكيشن بيس عندي او الكوست درايفر عندي هو الدايركت ليبر اور، وفي سؤال تاني بلاقيه ضرب في ستاندرد انبوت الاود فور ذا اكشوال اكتيفيتي ليفل. زي السؤالين دول مثلا، الاول ضرب في الستاندرد انبوت فور ماشين اورز الاود فور ذا اكشوال اكتيفيتي، والسؤال التاني ضرب في الاكشوال اكتيفيتي ليفل اوف ماشين اورز. وصراحه الحته دي ملخبطاني، ما تعرفش امتى اضرب في الستاندرد كوانتيتي اوف اللوكيشن بيس الاود فور اكشوال اكتيفيتي ليفل، وامتى اضرب في الاكشوال اكتيفيتي ليفل اوف اللوكيشن بيس. بص يا باشا، عشان ما تلخبطش نفسك في المصطلحات، تمام، وتكعبل دماغك في حاجات يعني ملهاش لازمه، تعالى اديك كام نقطه كده انا قلت عليها في المحاضره رقم 39 بتاعت الانحرافات بتاعت التكاليف الصناعية الغير مباشرة، ونجيبوا السؤالين اللي انت قلتهم ونطبق عليهم الكلام ده ونشوفوا هل فعلا في اختلاف في تطبيقه للأرقام ولا لا. طبعا احنا مش هناخده المحاضرة كاملة، هناخده شوية مختطفات كده من المحاضرة. في المحاضرة حطيت لك الرسمة دي، قلت لك انك عندك تكاليف صناعيه غير مباشره ثابته مقدره بادجتد، تمام، دي اللي هي الاستاتيك بادجت الموازنه الساكنه، وعندي الناحيه الثانيه التكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته الفعليه الاكشوال، الحاجات بقى اللي انا دفعتها فعليا. قلت لك ان الرقم بتاع الاستاتيك بادجت بالنسبه للتكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته يساوي الرقم بتاع الفليكسيبل بادجت اللي هي الموازنه المرنه بالنسبه للتكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته، تمام، وقلت لك خد بالك الرقمين دول بيساووا بعض لكن مش بيساووا التكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته المطبقه اللي هي الابلايد اللي انا قعدت اطبق بيها، اللي اخدت فيها ستاندرد برايس او ستاندرد ريت وقعدت اطبق على اساسه خلال العام. انا كمحاسب في المنشاه استخدمت الستاندرد برايس والستاندرد ريت وقعدت اوزع تكاليف الصناعيه الغير مباشره بناء على هذا الرقم، تمام. فالرقم بتاع التكاليف الصناعيه غير مباشره الثابته المطبقه يختلف تماما عن الرقم بتاع التكاليف الصناعيه غير مباشره الثابته المقدره والرقم بتاع التكاليف الصناعيه غير مباشره الثابته المقدره في الموازنه المرنه، واكيد بيختلف عن التكاليف الصناعيه غير مباشره الثابته الفعليه الاكشوال، تمام. الاكشوال رقم مش واضح معايا، ما فيش فيه مشكله، تمام. طيب التكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته المطبقه الابلايد عباره عن ايه؟ ستاندرد الوكيشن بيس في ستاندرد برايس في اكشوال كوانتيتي،
قلت لك زي ما بعمل مع التكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته الفعليه، التكاليف الصناعيه الغير مباشره المتغيره، معلش، بعمل مع التكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته، بعملها زي ما تكون بتتغير مع مستوى الانتاج، زي ما تكون بتتغير مع مستوى الانتاج. وقلت لك ان سبب انحراف حجم انتاج التكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته هو اختلاف بين مستوى الانتاج الفعلي ومستوى الانتاج المقدر في الموازنه. انا فعليا انتجت مثلا 10، كنت مقدر ان انا هنتج 15، والمستخدم لحساب معدل تحميل التكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته. الستاندرد برايس او الستاندرد ريت طلعته ازاي؟ طلعته بان انا جبت مستوى الانتاج المقدر في الموازنه، تمام، والرقم اللي انا حطيته في الموازنه للمستوى بتاع الانتاج المحدد في الموازنه اللي هو الرقم بتاع التوتال فيكسد اوفر هيد بادجتد، تمام، وقسمته على الرقم مستوى الانتاج المقدر في الموازنه، فاداني الستاندرد برايس او الستاندرد ريت. جميل. وقلت لك لا يرتبط انحراف حجم انتاج التكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته باي تكاليف متكبده بالفعل، لذلك فهو ليس مقارنه بين التكاليف الفعليه والتكاليف المقدره في الموازنه بالطريقه التي توجد بها انحراف الانحرافات الاخرى. وحطيت لك ما بين قوسين ان او في رسمه كده الشكل ده، قلت لك لا تدخل ضمن انحرافات الموازنه المرنه. ليه؟ لان هنا في تعاملي مع التكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته ما بقارنش ما بين تكلفه فعليه وتكلفه مقدره، لكن انا بقارن ما بين تكلفه مقدره وتكلفه مطبقه ابلايت. تمام، زي ما هيجي معانا في المثال. طيب بالنسبة للانحراف، هل هو مفضل او غير مفضل؟ قلت لك ان انحراف حجم انتاج التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة هو مقياس لاستخدام الطاقة capacity utilization، ينتج عن انتاج اكثر مما هو مخطط له. انحراف مفضل favorable variance لو الرقم الابلايد عندي اكتر من الرقم اللي هو كان مخطط ليه، سواء كان في الموازنة المرنة او في الموازنة الساكنة، طبعا الرقمين زي بعض، هيبقى بالنسبة لي انحراف مفضل favorable. لو الرقم اقل، تمام، الرقم الابلايد اقل، في الحالة دي هيبقى انحراف غير مفضل unfavorable. تعال ناخده بقى المثالين اللي انت حطتهم لي. اول مثال قال لك نان جونز كومباني مانيفاكتشرر ا لاين اوف برودكتس ديستريبيوتد ناشوناليتي او ناتشونالي ثرو هول سيلرز بريزنتد بلو ار بلانت مانيفاكتشرنج داتا فور ذا يير اند اكشوال داتا فور نوفمبر اوف ذا كارنت يير. ذا كومباني ابلايز اوفر هيد بيزد اون بلانينج ماشين اورز، تمام، ده اللوكيشن بيز بتاعي، يوزنج ا بري ديتيرمنت annual rate. بيطبقوا الاوفر هيد بتاعتهم بناء على ساعات الالات، تمام، باستخدام اللي هو predetermined annual rate اللي هو معدل التحميل المحدد مسبقا. واداني البيانات دي الانيوال على مستوى السنه كلها والشهر اللي هو بيسالني عليه، واداني بيانات غير مالية متعلقة بالشهر ده، شهر نوفمبر، او اداني معلش فيها بيانات مالية اهو 400 مثلا او غير مالية اللي هي 4200 و 4021 و 621، وهنا بيانات مالية 101 و200 دولار و 214 الف دولار. ده بالنسبة للفيكسد والفاليبل اوفرهيد. جميل، تعال نشوفوا السؤال. قال لك نان جونز فيكسد اوفر هيد فولم فاريانس فور نوفمبر ووس، بيسالك بقى عن الفيكسد اوفر هيد فولم فاريانس، واعطاك اربع اجابات واداك الاجابه الصحيحه. تعال نشوفوا ازاي نحسبه الفيكسد اوفر هيد فولم فاريانس، وخد بالك القانون ده هستخدمه مع المثال ده وهستخدمه مع المثال اللي بعديه.
وهو ده القانون اللي بحسب بيه انحراف حجم انتاج التكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته. بجيب التكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته المقدره في الموازنه، ومش هتفرق بقى اعطيني في المساله موازنه مرنه او اعطيني موازنه ساكنه، هاخد المبلغ المقدر واحطه واطرح منه التكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته المطبقه اللي هي ابلايد المعياريه. المطبقه دي عباره عن ايه؟ المعدل المعياري في المدخلات المعياريه للمخرجات الفعليه. المدخلات المعياريه للمخرجات الفعليه هحط ارقامي، هقول التكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته المقدره في الموازنه هو عطيها لي ب 100,000 دولار. ولو رجعنا للمثال بص هنا هتلاقيه عطيك الانيوال والشهر بتاعك، وبما انه بيسألك عن انحراف للشهر الفلاني اللي هو نوفمبر، فانا هاخد الفيكسد اوفر هيد بتاع الشهر بتاع نوفمبر. ولو اخد بالك برضه لو عطيني الانيوال وبيسألني عن الشهر ومش عطيني الشهر، هو عطيني الانيوال بمليون ومتين الف، هقسم مليون ومتين الف على 12 عشان اجيب الشهر الواحد المقدر فيه قد كده، تمام؟ فهيطلع معايا 100,000. المهم رجعنا تاني اهو 100,000 دولار. المشكلة عندي في التكاليف الصناعية الغير مباشرة المطبقة الثابتة المطبقة، لاني هجيب المعدل المعياري وهضربه في المدخلات المعيارية للمخرجات الفعلية. طب ايه المعدل المعياري اللي هو الستاندرد ريت؟ بيبقى عبارة عن اجمالي التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة على مدار العام على اجمالي الساعات المقدرة في الموازنة. طيب المدخلات المعياريه للمخرجات الفعليه ستاندرد انبوت فور ذا اكشوال ليفل اوف اوتبوت معطى عندي هنا ب 21,000 المخططه للانتاج. ده خد بالك هنا استخدم رقم سماه ستاندرد انبوت المدخلات المعياريه فور ذا اكشوال ليفل اوف اوتبوت للمستوى الفعلي اكشوال ليفل اوف اوتبوت للمخرجات، تمام؟ فستاندرد انبوت اكشوال ليفل اوف اوتبوت ب 21,000، تمام؟ ده الرقم ده المخطط للانتاج. لو رجعت للمثال، تعال برضو نرجعه للمثال، هتلاقي انه عاطيلك رقمين، عندك ماشين اورز اكشوال وماشين اورز بلان بيزد اون اوتبوت. استخدمت الرقم اللي هو بلان بيزد اون اوتبوت، ماليش دعوه بالاكشوال، ماليش دعوة بالرقم الفعلي. ليه برضو بقول لك ماليش دعوة بالرقم الفعلي واخدت الرقم اللي هو البلان، تمام؟ based on output. الرقم ده اللي هو 21,000 عبارة عن لو رجعنا للرسمة دي عبارة عن actual quantity في ستاندرد الوكيشن بيس، يعني انتاجك الفعلي، وهو مش عاطيلك المعلومات دي في المثال، في الستاندرد الوكيشن بيس في اللي هو مثلا كل واحده هتاخد قد ايه، هتاخد ساعه، هتاخد ساعه ونص، هتاخد ساعتين، وهكذا. لو ضربت في الستاندرد برايس ريت فانت وصلت للتكاليف الصناعيه الغير مباشره المطبقه الابلايد. لكن طيب ده بالنسبه للبلان بيزد اون اوتبوت، ده الرقم ده. طب ايه الرقم ده؟ الرقم ده عباره عن اكشوال كوانتيتي في اكشوال اللوكيشن بيس، فالرقمين اكشوال لان الرقم اكشوال، فالرقمين فعليين، عدد الساعات الفعلي للوحده والاكشوال كوانتيتي. فعشان كده ما استخدمتش الرقم ده واستخدمت الرقم ده. طيب نرجعه تاني، احنا وقفنا هنا. هطبق بقى المعدل المعياري عبارة عن اجمالي التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة اللي هي بمليون ومتين على اجمالي الساعات المقدرة في الموازنة ب 240,000.
لو رجعنا برضو للمثال هتلاقي ان اجمالي الساعات المقدرة في الموازنة عطيلك اهو ماشين اورس الانيوال الاجمالي 240,000 والفيكسد اوفر هيد الانيوال بمليون و200، قسمتهم على بعض طلع معايا الريت للساعة الواحدة ب$5، تمام، الستاندرد ريت ب$5. والمدخلات المعيارية للمخرجات الفعلية عطيها لي ب$21,000، مما يعني ان التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة المطبقة المعيارية ب$105,000. هحط $105,000 هنا، هطرح 100 من 105 هيديني 5000. عايز اعرف ال 5000 دول فيفرابل ولا انفيفرابل. ممكن اقول لك بتقارن ما بين التكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته المقدره والتكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته المطبقه. قلت لك لو المقدره اقل من المطبقه في الحاله دي معناه ان الانحراف عندي فيفرابل. ليه فيفرابل؟ ان انا قدرت استخدامي لعدد ساعات او استخدامي اللي هو الطاقة الانتاجية بمبلغ، لكن المطبق تجاوز المبلغ ده، فبالتالي اداني انحراف حجم انتاج فيفرابل. طيب نشوفه بقى جلايم حل الموضوع ازاي. هناخده برضو ايه بشكل سريع، مش هنقرأ الكلام كله عشان هناخده برضو اجابة هوك برضو بشكل سريع عشان ما نطولش في الفيديو. قال لك البادجت فيكسد، هو الاول قال لك ان الفاريانس عبارة عن الاختلاف between budget fixed cost and the production of the standard fixed overhead cost per unit of input and the standard unit of input allowed for the actual output. اخد بالك، استخدم standard units of input allowed for the actual output. قال لك البادجت فيكسد كوست فور ذا مانث وير ب $100,000 والستاندرد كوست اوف اكشوال اوت بوت ووز ب 105. حسبها ازاي؟ قال لك الماشين اورز بلاند فور ذا اكشوال اوت بوت 21,000، تمام، الرقم اللي احنا اخدناه في الستاندرد ريت. حسب الستاندرد ريت ازاي؟ مليون و200 على 240، مليون و200 اللي هم الانيوال فيكسد اوفر هيد المقدره، التكاليف الصناعيه او اجمالي التكاليف الصناعيه الغير مباشره الثابته المقدره، على الماشين اورز الانيوال بلاند اللي هي المقدره عدد الساعات الاجماليه المقدره للعام كامل، تمام. وبالتالي طلع معايا الانحراف ب 5000 فيبرو. قال لك الانحراف favorable because the budget of the budget for fixed overhead was less than the amount applied to job and overhead application of fixed overhead suggests the output exceeds expectations. يعني ان مخرجاتي، تمام، تجاوزت توقعاتي. ده إجابة جلايم. شوفوا هوك، هتلاقي هوك برضو اخد نفس الفكرة. قال لك ان الانحراف عبارة عن الفرق ما بين البادجتد amount of fixed overhead and the amount of fixed overhead applied. applied ازاي؟ اللي هو الستاندرد ريت في الستاندرد انبوت فور ذا اكشوال ليفل اوف اوتبوت. بص، ستاندرد انبوت فور ذا اكشوال ليفل اوف اوتبوت، وطبق على كده ف جاب مليون و200 قسمهم على 240 فطلع معايا الستاندرد ريت ب $5. اهو $5، مليون و200 على 240. وبعدين قال لك the number of machine hours allowed for the actual level of output of November was 21,000 ساعة. Now we can calculate the amount of applied fixed manufacturing overhead 5 في 21 للستاندرد ريت في الماشين اورز، فاداني
105 طرحهم من بعض، اداني $5 فيفرابل. هيشرح لك ليه فيفرابل. تمام، سيبك من الكلام ده كله ونشوفه المثال التاني. طيب الشركة دي ends the month with the volume variance of 6360 unfavorable. فهو السؤال بيديك العناصر بتاعت المعادلة وبيطلب منك تجيب له عنصر من العناصر، ما بيدكش العناصر كاملة. فادالك الانحراف بانه غير مفضل unfavorable ب 6360، والفيكسد اوفر هيد كان بادجيتد ب $480,000، والابلايد بيزد اون 32 ساعة. تمام، ومعلومة ملهاش علاقة بالسؤال اللي هي البادجيتد فاريبل اوفر هيد ووز $170,000. دي معلومة بيتكلم هنا عن الفاريبل، احنا كل كلامنا هنا عن الفيكسد، فدي حاجة ملهاش علاقة بينا. بيقولك وات وير ذا اكشوال نمبر اوف ماشين اورز فور ذا مانث، واعطيك اربع اختيارات والاجابة. تعال برضو نطبقه بنفس القانون اللي استخدمناه في المثال اللي فات. التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة المقدرة في الموازنة ناقص التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة المطبقة المعيارية، اللي هي عبارة عن المعدل المعياري في المدخلات المعيارية للمخرجات الفعلية، اللي هي standard allocation base في الاكشوال كوانتيتي. تمام، هيديني انحراف حجم انتاج التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة. ننقله الارقام في المثال. فالتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المقدرة في الموازنة $480,000، وعندي التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المطبقة المعيارية مجهول، محتاج أحسب المعدل المعياري ومحتاج أجيب الرقم اللي هو محتاجه، وعطيني انحراف حجم إنتاج التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة ب 6360. unfavorable هو الانحراف، او الرقم ادهولي ب 6360 وقال لي ان هو unfavorable. تعال برضو نحسبه التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المطبقة المعيارية. محتاج المعدل المعياري اللي هو عبارة عن اجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة على اجمالي الساعات المقدرة في الموازنة، ومحتاج اجيب المدخلات المعيارية للمخرجات الفعلية فحديها علامتين استفهام. وبالتالي اقدر اقول ان المعدل المعياري عبارة عن اجمالي التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة المقدرة في الموازنة اللي هي $480,000 على اجمالي الالوكيشن بيس. تمام، اللي هو عندي ماشين اورز عدد الساعات ب 32,000. طبعا الرقمين بادجيتد، الرقمين مقدرين، فهيطلع معايا البري ديترمنت اوفر هيد ريت ب $15 لكل ساعة، والمدخلات المعياريه للمخرجات الفعليه ده مجهول عندي. فانا اخد بالك عندي في المعادله اربع ارقام. تمام، عندي منهم معطيات ثلاثه، سهل جدا ان انا اطلع الرقم الرابع اللي هو الرقم ده، المدخلات المعياريه للمخرجات الفعليه. هنشوفه هنطلعه ازاي. مما يعني ان التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة المطبقة المعيارية عبارة عن 15 في علامتين استفهام، اهو 15 المعدل المعياري في العلامتين بتوع الاستفهام، فهحط هنا 15 في علامتين استفهام. ممكن انقل المعادلة دي في سطر بان انا اقول لك 6360 بتساوي 480 ناقص 480 التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المقدرة في الموازنة ناقص التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المطبقة المعيارية 15 في علامتين الاستفهام اللي هي المدخلات المعيارية للمخرجات الفعلية. هطلع القوس ده بره. تمام، شغل اخدناه في ابتدائي، هطلع القوس ده بره واخلي 480 زي ما هم وادخل 6360 الناحية التانية. تمام، فهيبقى 6360 او 480 ناقص 6360 هتبقى الساعات الفعلية
ب 4370 640 على 15، هقسم على 15 عشان اجيب المجهول ده اللي هو المدخلات المعياريه للمخرجات الفعليه او الساعات الفعليه الاكشوال اورز. طب ثواني كده، ليه انا بقول لك ساعات فعليه وفي المحاضره او في معلش في السؤال اللي فات ما قلتلكش استخدم ساعات فعليه؟ الظاهر كده والله اعلم يعني على حد علمي انك لو مساله مش عاطيلك فيها تفاصيل، لو مش عاطيلك فيها معدل المطلوب للوحده في الساعه مثلا او المعدل او عدد الساعات المطلوبه لانتاج وحده واحده، واعطيك مساله ما فيهاش التفاصيل دي اللي هي اللي قلت لك عليها الستاندرد الوكيشن بيس والستاندرد ريت والستاندرد او الاكشوال كوانتيتي، ما فيش التفاصيل دي، فانت بتشتغل بالرقم الموجود، الرقم اللي هو عطوه لك. هنا عطاك الاكشوال نمبر اوف ماشين اورز، هما ماشيين كده تمام. هو ما هو اشتغل بالساعات الفعليه تمام، اشتغل بالساعات الفعليه، خلاص اشتغل بالساعات الفعليه طالما المساله ما فيهاش ارقام كتيره وما فيهاش التفاصيل. هو سالك على ساعات فعليه، خلاص اعتبر الساعات الفعليه هي المدخلات المعياريه للمخرجات الفعليه. هي ملاحظه كويسه يعني، وده اللي خلاني اجاوب على السؤال ده. وانت بتحل ما تشغلش دماغك بالمصطلحات، وده اللي انا بقوله للطلبة، ما تشغلش دماغك بالمصطلحات وخصوصا في المسائل القصيرة اللي زي دي. لكن لو اعطيك مسألة طويلة مش هتلاقيه حتى عطيلك المدخلات المعيارية للمخرجات الفعلية، لا هتلاقيه عطيلك تفاصيل المدخلات المعيارية وتفاصيل المخرجات الفعلية. بمعنى ايه؟ هيديك مثلا الاكشوال كوانتيتي وهيديك الستاندرد اللوكيشن بيس، كل واحدة محتاجة قد ايه من الساعات مثلا الالات تمام، فهتلاقيه عطيك تفاصيل اكتر من المسائل القصيرة. المهم هتحسب على طول الساعات الفعلية كما لو كانت المدخلات المعيارية للمخرجات الفعلية. فلو قسمت الرقمين على بعض هيطلع لك 31576. لو حطيت هنا 31576 وضربتها في 15، ما تنساش انك لازم تضرب في 15 اللي هو المعدل المعياري، هيطلع لك ايه الرقم اللي انت اهو ده 4370 640 تمام. فتقدر تتأكد من اجابتك، 480 ناقص 4370 640 هيديك 6360. وطبعا ليه unfavorable؟ لان الرقم بتاع التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المقدرة في الموازنة كان أكبر من الرقم بتاع التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المطبقة المعيارية. السؤال ده مش موجود في هوك فهناخده إجابة جلايم. بص جلايم برضو لما جاي يحل قال ستاندرد انبوت الاوت فورز اكشوال اوتبوت، فاعتبر الماشين اورز standard input allowed for the actual output اللي هي عبارة عن عدد الساعات والمعدل. حسب المعدل ب 15 دولار، حسبه ازاي؟ 480 اجمالي التكاليف الصناعية غير مباشرة الثابتة المقدرة على 32 اللي هي عدد الساعات المقدرة. فالفولم فاريانس الفي في دي معناهم الفولم فاريانس، قال لك البادجت فيكسد اوفر هيد ناقص الابلايد فيكسد اوفر هيد تمام. فحط المعادله 6360 480000 ناقص 15000 اللي هي الاكشوال اورز، استخدم هنا اكشوال اورز وطلع الرقمين دول بره، 480 ناقص 6360. فالاكشوال اورز حسبه ب 31576. طب بكده يا جماعه يكون خلص الفيديو بتاع النهارده. اتمنى
لو في تكون الاول حاجة وضحت معاكم هو القانون بنستخدمه، تمام، بعيدا عن المسميات. وانا دايما بقول للطلبة اللي بيتابعوا معايا المحاضرات اوعى تقع في المسميات، كمان خلي منطق الارقام في دماغك، يعني اوصل لمنطق الارقام واعرف ازاي تستخدمها بشكل سليم، وسيبك من الجو بتاع المسميات، لان كل كتاب بيشرح بمسميات والاسئلة بتيجي فيها مصطلحات مختلفة وبيعبروا عن الحاجة بشكل مختلف، لكن طالما انت فاهم الكونسبت بشكل كويس هتقدر تجاوب السؤال. لو كان عندك سؤال ابعتهولي وان شاء الله نعمله في فيديو كده. انا اتمنى ان الفيديو ده يبقى قصير، لكن اعتقد يعني ان انا عديت النص ساعة. المهم لو عندك اي فيديو ابعت له، اي سؤال ابعته وان شاء الله اجاوبك عليه، ونشوفكم على خير ان شاء الله مع السؤال الجاي. يلا السلام عليكم.